عشر من أكتوبر من العام 2020 احتجاجات شعبية تملأ الساحات هنا في وسط بيروت وفي أكثر من منطقة لبنانية. لكن الحراك الشعبي ليس وليد اليوم، بل صار عمره سنة، سنة من المراحل التي مر بها ومن الأزمات التي عرفها لبنان. في ليلة 17 من أكتوبر 2019 اندلعت تحركات مدنية احتجاجية في لبنان، بداية بسبب الضرائب على البنزين والمكالمات عبر واتساب، لكن سرعان ما توسعت لتصبح إدانة شعبية على مستوى الدولة بكل مكوناتها. الحكم الطائفي، الفساد المستشري، وتقاعس الدولة عن تأمين أدنى الخدمات، عوامل يقول المحتجون إنها كانت الدافع للاحتجاجات. وبعد 12 يوماً على التظاهرات أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته. اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. لم ترد استقالة الحريري الشارع اللبناني الذي بقي يغلي لأكثر من سبب حسب ما يقول المتظاهرون: عدم وجود إجراءات فورية لتطبيق الإصلاحات، وجود سلاح حزب الله كسلاح غير شرعي، وعدم سقوط رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس البرلمان نبيه بري. على الأرض قطع للطرق ومواجهة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت العنف، واقتحام لبعض مؤيدي أحزاب السلطة كحزب الله لساحات الاعتصامات بهدف تخريبها. أما على خط السياسة فتكليف لحسان دياب الذي أصبح في 21 من يناير رئيساً للحكومة الثالثة في عهد عون، معتبراً أنها حكومة اختصاصيين، وقد لجأت هذه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لطلب برنامج مساعدات مالية. رفض الشارع اللبناني حكومة دياب وصفاً إياها بحكومة حزب الله، فيما استمرت الأزمة الاقتصادية بالتوالي. الليرة اللبنانية تواصل انخفاضها مقابل الدولار في سوق الصرافين، أسعار السلع الاستهلاكية تحلق، المحروقات والقمح والأدوية تشح، المصارف تفرض قيوداً غير مسبوقة على الودائع، ونسب الفقر والبطالة والهجرة ترتفع. ولكن انتشار جائحة كورونا أوقف لفترة من الزمن نزول الناس إلى الشارع. اتشح يوم الرابع من أغسطس 2020 بالسواد، إذ هز انفجار ضخم مرفأ بيروت بسبب وجود آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة فيه منذ 6 أعوام. انفجار أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً وجرح أكثر من 6000 آخرين ودمر آلاف الأحياء والمنازل في العاصمة. عقب الانفجار الكارثي الذي لم تكشف التحقيقات أسبابه حتى اليوم، تجدد غضب اللبنانيين الذين نزلوا من جديد إلى الشارع مطالبين بالتغيير والمحاسبة. حسان دياب أعلن استقالة حكومته في 10 أغسطس. توازياً أتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة لإنقاذ لبنان ولحشد الدعم الدولي له، تقضي بتشكيل حكومة اختصاصيين، فوافق السياسيون اللبنانيون عليها، وتم تكليف سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لإنجاز المهمة. لكن السياسيين اللبنانيين خلفوا بوعدهم، فهكذا كانت النتيجة. حرصاً مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها ومصداقيتها، فإنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة. أكثر من أمر طبع المشهد العام في لبنان أيضاً، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شركات وشخصيات لبنانية عدة لارتباطها بالفساد. ماكرون زار لبنان مرة ثانية من دون أن يصل إلى نتيجة. أكثر من انفجار حدث من دون معرفة الأسباب الكاملة كانفجار عين قانا جنوبي لبنان، كما دخل اتفاق إطار المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ. أما الأوضاع فتشتد سوءاً على مختلف الصعد في لبنان، فيما غضب الشعب لا يزال قائماً لبل أكثر احتداماً بحسب المحتجين الذين يؤكدون أن شرارة الحراك لم ولن تنطفئ حتى تحقيق كل المطالب. رودين أبي خليل، الحرة، بيروت.